السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أشكر المشتركين في القناة وبشكر أصحاب التعليقات الجميلة سواء شكر أو نقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم في تقرير جديد عن السيارة الجديدة في السوق المصرية. النهاردة هنتكلم عن السيارة الحديثة سيتروين أمي ب 98,000 جنيه، ستكون قريبا جدا بالأسواق المصرية ومن ضمنها مصر بإذن الله. أعلنت شركة سيتروين عن دخول سيارتها الاختبارية أمي الصغيرة مرحلة الإنتاج القياسي، وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة أمي القياسية ثنائية المقاعد تأتي بطول 2.41 متر وعرض 1.39 متر، في حين لا يتعدى وزنها 500 كيلوغرام. وتعتمد السيارة أمي الصغيرة على سواعد محرك كهربائي يتيح لها الانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 45 كيلومتر في الساعة، مع بطارية سعة 5.5 كيلو وات ساعة تتيح مدى سير يبلغ 70 كيلومتر. بعدها يلزم شحن السيارة عبر المقابس الكهربائية المنزلية لمدة 3 ساعات. ومن المقرر أن تطلق سيتروين السيارة الكهربائية أمي الصغيرة بالأسواق هذا الربيع بسعر يبدأ من 6000 يورو، أي ما يوازي بالمصري 98,000 جنيه مصري تقريبا. السيارة تتميز بأنها صفر انبعاثات، السيارة لا يصدر عنها أي انبعاثات تلوث البيئة من ثاني أكسيد الكربون وغيره، بطارية تشحن خلال 3 ساعات فقط في مقبس كهربائي قياسي مثل الهاتف الذكي، السيارة مضغوطة وصغيرة الحجم، يبلغ طول السيارة كما ذكرنا 2.41 متر مما يجعل السفر في المدينة وركن السيارة أمر أكثر سهولة. السيارة صغيرة من الخارج ولكن تتسع من الداخل لشخصين بشكل جيد وبشكل مريح. في بعض بلدان العالم السيارة لا تحتاج إلى تقيس، فيمكن قيادة السيارة في فرنسا بمن يتجاوز أعمارهم 14 عام و16 عام في بعض الدول الأوروبية الأخرى بدون رخصة قيادة. السيارة في الدول الأوروبية سوف تطرح بالعديد من الأنظمة ومن ضمنها الشراء أو المشاركة أو الإيجار بأسعار معقولة تنافسية تتكيف مع استخدامات مختلفة لجميع الأفراد. أما السيارة فمن المقرر أن تطرح السيارة بنظام الشراء عن طريق التوصيل إلى المنزل، ومن المقرر أن تطرح السيارة للشراء بداية من 30 مارس في فرنسا، ثم يلحقها بعد ذلك أسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال ثم ألمانيا ثم باقي دول العالم. أما عن رأيي الشخصي عن السيارة، السيارة في المجمل قد تكون موضع سخرية بسبب جهل البعض في مجتمعاتنا، لكن واقعيا العالم كله الآن يبحث عن الاقتصادية بجانب الاعتمادية، وبالتالي نحن أمام سيارة فرنسية لها اسمها وأيضا سيارة صغيرة أكثر اقتصادية. في أوقات كثيرة يكون المستخدم من السيارة مقعد واحد وهو مقعد صاحب السيارة وهو ذاهب لعمله، وأوقات يكون بالكثير فردين، وبالتالي ليس هناك ضرورة للسير بسيارة كبيرة، لكن أكثر ما يعيب السيارة هي مدى السير الخاص ببطاريتها ذات المدى القليل، وبالتالي البطاريات تحتاج إلى أن يتم زيادة المدى الخاص بها لتكون أكثر اعتمادية، والسيارات الكهربية بشكل عام تحتاج إلى أن تكتشف التكنولوجيا الخاصة بها بشكل يجعل أسعار قطع الغيار خاصة البطاريات أقل من ذلك. وإن كنت أرى أن هذه الفترة هي فترة السيارات الهجينة التي تعمل بمحركين يعني أحدهما كهربائي والآخر بنزين، أما عن سعر السيارة فهو مناسب جدا على سيارة كهربائية زيرو وليست مستعملة، لكن السعر غالبا لن يصل إلى مصر بهذا الرقم. على المتابعة وانتظرونا في مزيد من التقارير ولا تنسوا الاشتراك في القناة.